عندي تشوكليت شيبس، عندي رحنا جبنه من السوبر ماركت او تعملوه في البيت لو انتوا بقى المامهات ممكن تعملها لكم مرنج، عندنا بندق او اي نوع مكسرات، ما احنا ممكن نعمل الحكايه دي برضو بسوداني هتبقى زي الفل وحلوه قوي. عندنا بندق، عندنا مارشميلو الصغيره، عندنا الشوكولاته عارفينها دي، وعندنا البسكوت ايال. انا قلت لكم عليه اللي قالوا لي ما تقوليش اسمه لحسن فاكرينه ان هو ماركه بس ما هوش ماركه، ده نوع البسكوت. خليني اقوله لكم يعني ايه بقى اللي هنستعمل، ايه اللي هنعمله. اول حاجه نجيب كيس محترم كده معايا يا شباب، ونجيب بسكوتنا احط البسكوت هنا وندقه كام دقايق، مش عايزاه يفرفط مننا، انا عايزه يبقى فيه قطع كده لطيفه، وحتى لو فضل كبير كده شويه مش مشكله خالص، ده طعمه بيبقى حلو جدا جدا جدا. فشويه بسكوت اهو جراف، نكسر عليه برده شويه مرنج. الشوكولاته يا ريت لما تستعملوها استعملوا شوكولاته حلوه مش ميلك شوكليت، عايزين شوكولاته كل ما تبقى شوكولاته فيها كاكاو اكتر كل ما هتبقى احلى، مش عايزاها سويت لان انا اوريدي حاطه فيها حاجات حلوه كتير، فعايزه شوكولاته تبقى دارك مش مسكره، والحاجات دي بقى هي ايه اللي تسكر لي العمليات. اوكي الاستاذ ده مارشميلو لطيف بقى فيه في الروكي رود اللي انتوا بتاكلوا ليه روكي رود مسمينه الامريكان، هو طبعا مفيش طفل مش هيحبها. فدي برضو للمامهات ممكن جدا، عارفين التريتس اللي بنعملها، بنعمل اعياد ميلاد وبتاع وبنبقى عايزين نروح العيال في الاكياس بحاجات، دي تبقى فكره لطيفه جدا، كل واحد له ياخد له سلايس ويروح، يبقى ايه مفيش احسن من كده. الكيس هو هو كيس زي الفل، انا كنت حاطاه هنا تحت. هنحط برضو الشوكولاته بتاعتنا دي وبذات نفس الطاسه اهي، عندنا الشوكولاته السايحه، المقادير كلها عندكم قدامكم، نبتدي ننزل كده شويه شويه على هؤلاء الاشياء ونقلب بحيث ان الحاجات كلها تمتزج وتدخل جوه بعضتها، ونبتدي ننزل الميكستشر ده كله، هيتضغط جامد فكله هيمسك في بعضه، تقلينا كده في الميه ونبتدي بقى ايه نكبس جامد. عايزاكوا تكبسوا جامد جامد جامد، ليه؟ عشان كل الحاجات تمسك في بعض. نسيبها شويه تجمد في التلاجة، بره التلاجة هي كده كده جمدت لان الشوكولاته في ثانيه بتمسك. ادي نجيبها هكذا، شايفين بتطلع على طول بالسلاسه جدا جدا. الجلين فيلم بيسهل بقى العمليه دي، ان احنا بدل ما تلزق بقى مننا ونحط حاجات ومحتاجات، اهو حاجه بقى مش قادره احكي لكم جمالها وطعمها وحلاوتها.